بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي ما اتعلمنا شباب ان احنا دايما بنراجع على الشغل بتاعنا وبنتأكد ان شغلنا مظبوط، فكل الموضوع ان احنا بنعمل خطوط رأسية وخطوط أفقية كده. فده الخط اللي بزاوية 45، ودي الخطوط الأفقية للبلان، وده الخطوط الأفقية للإليفيشن والسايد فيو، ودي الخطوط الرأسية للبلان والإليفيشن. لاحظوا ان الخطوط الرأسية كلها بتختفي لما برسم عليها خط. لو في خط ما اختفاش يبقى معنى كده ان في خطأ، لازم كده الخطوط كلها تكون متطابقة. هتلاحظوا ان في النهاية خالص لما اجي عند الخط 45 ده اقطع الخطوط دي كده، هتلاقوا ان الدنيا ايه ماشية مع بعضيها مظبوط. نزل الشكل، شايفين حضراتكم المنظر؟ فده معناه ان شغلنا سليم 100%، وان ما عندناش مشاكل في اي شيء. بالشكل ده كده يا شباب، يبقى كده هتلاحظوا ان المساقط ماشيه مع بعضيها، الخطوط الرأسيه مع الرأسيه، الافقيه مع الافقيه. اهم حاجه ان الداش دوت نديله بس زنك خط كده عشان يظهر ويبان عليه الامان. فبكده نكون خلصنا الرسم بتاعنا. بشكركم، بسألكم الدعاء، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.